فاصلة منقوطة. برنامج أسبوعي يبث عبر إذاعة صوت الشعب بالتعاون مع مجموعة بسمة الدولية من إعداد وتقديم الدكتورة جولشان صغلام، بتم من خلاله الإضاءة على دور المرأة ونجاحاتها بكافة الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. فاصلة منقوطة، محطة إليك لتاخدي نفس وتكمل المسيرة. فاصلة منقوطة تنين بعد موجز أخبار 2:30. تحية طيبة عزيزاتي وأعزائي المستمعين والمتابعين عبر صفحات التواصل الاجتماعي. نطلق اليوم برنامج فاصلة منقوطة في حلقته الأولى عبر أثير إذاعة صوت الشعب وبالتعاون مع مجموعة بسمة الدولية، ليكون برنامج المرأة الأول من نوعه، هو للمرأة وعن المرأة في دورها وحضورها وإنجازاتها. ولأنه برنامج المرأة الأول، اخترنا أن تكون الانطلاقة بالتزامن مع يوم المرأة العالمي لنحتفل باليوم العالمي للمرأة تحت شعار الأمم المتحدة المساواة الجندرية، اليوم من أجل غد مستدام، كاعتراف وتأكيد على كل مساهمات المرأة في جميع أنحاء العالم لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع. وبالرغم من أن النساء في لبنان وفي العالم العربي قد أثبتنا حضورهن وتفوقهن في جميع المجالات الحياتية، وبالرغم من أن المرأة قد أثبتت بأنها قادرة بأن تكون قائدة وصانعة تغيير وصانعة سلام، إلا أن المساواة الجندرية لا زالت تعتبر أحد أكبر التحديات الجدية التي تعيق تقدم المرأة بسبب النظرة الذكورية السائدة في المجتمع. من هنا كانت فكرة هذا البرنامج، ليكون مساحة لدعم ومساندة المرأة في التغيير من خلال إلقاء الضوء على نساء أثبتن حضورهن وتميزهن، ولتكون مناسبة للاستفادة من التجارب الشخصية وبيان التحديات والمعوقات. ولكن اليوم أردنا أن حلقتنا تكون مخصصة بمناسبة يوم المرأة العالمي، واسمحوا لي بهالمناسبة عيد الحاضرات معنا بهالحلقة الأولى، وكمان عيد كل نساء لبنان والعالم. وبدي خص بالذكر المناضلات اللي كلنا منفتخر فيهم واللي كان لهم بصمة خاصة بهيدا اليوم، وهن مع حفظ الألقاب: السيدة ليندا مطر، السيدة مارسيل عبد الصمد، السيدة أماني شعراني، والدكتورة فهمية شرف الدين. وطبعا الحاضرات معنا اليوم بهالحلقة كمان هن مناضلات وإلهم مسيرة وباع طويل بالنضال. بحلقتنا اليوم رح يكون معنا ضيفتين بالاستوديو، وهن صديقتين عزيزتين، الأستاذة غيدة عناني وهي رئيسة منظمة أبعاد، والأستاذة عايدة نصر الله وهي رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية. وعبر تطبيق زوم رح يكون معنا من فرنسا الدكتورة الأستاذة فاديا كيوان، ومن اسطنبول الأستاذة جمانة مرعي، ومن بيروت الأستاذ المحامي زياد خالد. ورح يرافقنا على هندسة الصوت مشكور الأستاذ علي زهير. رح نبلش من الاستوديو مع السيدة غيدة. سيدة غيدة، كونك أنت رئيسة منظمة أبعاد، وكونك أنت من الأشخاص اللي قدروا يقدموا مقاربة جديدة وطرح جديد على مستوى النضال النسوي، وكمان تم اختيارك بال 2018 من قبل البنك الدولي كأكثر عشر من بين أكثر عشر نساء مؤثرات، كمان تم اختيارك من قبل الأمم المتحدة كأكثر نساء لطرح الحلول للمشاكل اللي بتتعلق بالنساء، وطبعا لك العديد من الأعمال اللي تركت بصمة. اليوم شو بيعني لك هيدا اليوم، وكيف بتقيمي حالة حقوق المرأة من خلال عملك، خاصة موضوع العنف اللي هي منظمة أبعاد تعنى بالعنف الأسري؟ تفضل. شكرا جولشان، وشكرا لمجموعة بسمة أصلا على دائما أيضا محاولات استحداث بعض الحلول أو الهياكل
الإبقاء على النقاش حول موضوع إن كان حقوق النساء ولا قضايا حماية النساء، وبالرغم من الظروف يمكن الاستثنائية اللي عم نقطع فيها بالبلد، بفتكر اليوم التقاطعية والتعاون ما بين الهيئات المختلفة بهيكل ما تبقى من هالوطن، يعني هاي الشراكة ما بين المؤسسة الإعلامية وتحديدا يمكن صوت الشعب، للي بنعتبر انه كتير اساسي البقاء على رسالتها، والمؤسسات المجتمع المدني باطيافها المختلفة، بفكر هي من النماذج للي لازم انها تكون تشجع وتحفز اكتر واكتر، لنقدر نضلنا نكمل بالمسيرة ونضل نقدر نكمل بطرح القضايا الملحة اللي خاصة بالمواطنين والمواطنات. وأنا بس للتصويب البسيط، أنا من رئيسة الجمعية، أنا من الأشخاص اللي المؤسسات للجمعية إلى جانب الزميلة أستاذة دانيال حويك، وأنا المديرة التنفيذية. بس شكرا للتوضيح. للتصويب بس يمكن هيك إجابة على سؤالك، اليوم لما بنحكي عن يوم المرأة، بالنسبة لي يمكن النهار اللي هو يوميا اذا بدي اقول بيذكرنا بالمسؤوليه للي نحن موجودين فيها، وتذكير بالرساله للي كرمالها يمكن عم ننشط ونفيق كل يوم، والالتزام للي نحن عنا اياه. يمكن هذا النهار على قدر ما هو اساسي بتسليط الضوء على فئات تستضعف بظروف مختلفه بوضعيات مختلفه، انما موجع. انا بالنسبه لك حدا، ولو بعدني يمكن مسيرة ما حاولت أن أقوم فيه كتير فتية أمام الزميلات، إن كان دكتورة فاديا أو أستاذة جمانة أو أستاذة عايدة، إنما موجع يمكن أنه بعد في عنا يوم للمرأة. يعني على قد ما هو نهار بذكرنا بالالتزام والرسالة اللي عنا إياها، شوي موجع باتجاه أنه ما زلنا بحاجة لتخصيص بعض الفئات، لا نأكد على معادلة يعني مفروض تكون مفرغ منها، ومعادلة طبيعية جدا بالشراكة بصورة نورمال، يعني لازم تكون بأطياف المجتمع، واللي ما أنا بحاجة إنه بقى نعمل إعادة تأكيد على الدور اللي عم بتقوم فيه النساء بكل الأزمات المركبة منها والغير مركبة. وهذا أكثر شاهد يمكن في لبنان. طبعا تحقق الكثير بجهود الحركة النسائية بانتزاع واستعادة عدد كثير كبير من الحقوق، إنما يمكن قد يكون بملف العنف القائم على النوع الاجتماعي أو العنف الموجه ضد النساء الحاجة لتنظيم العمل رح التنسيقي نرجع هو أساسي. بالجولة الثانية لنشوف أكيد. شو اللي تحقق وشو اللي يمكن أكيد. تحقيقه أوكي. والعمل عليه. طبعا ننتقل للأستاذة عايدة نصر الله. أستاذة عايدة، أنت كمان لك نضال طويل، 45 سنة العمر كله نعم. بالنضال النسوي، وحاليا حضرتك رئيسة لجنة حقوق المرأة بعد إذا بدك تدرجك على مدار 45 سنة بعدة مستويات، واليوم أنت المنسقة الاتحاد الديمقراطي العالمي للمرأة، وكمان أنتم من المؤسسات اللي كان لها دور باعتماد يوم المرأة العالمي بلبنان، واعتماده كيوم يحتفل فيه لبنان. كيف صار هيدا الدور، وكيف اعتمدنا لبنان، شو كان دور لجنة حقوق المرأة؟ بهمنا نسمع حضرتك كمان شو بيعني لك هيدا اليوم، أنا بعرف أنه بيعني لك الكثير. أول شيء بدي كمان أعرب عن سعادتي بهذه المحطة، بهذه بصوت الشعب اللي هو فعلا صوت الشعب، ومنه صحيح. النساء، صوت أنا كل الشعب، صوت الشعب، كل الشعب بمن فيه النساء. هيدا تقييمي المختصر الموجز، لأنه ما في وقت للإطالة. صحيح. وكمان سعادتي لأنه الدكتورة جولشان الصديقة المثقفة المفكرة المبدعة، واللي حضرنا لها توقيع كتاب على قدر كبير من الأهمية حول مسألة الفساد. كل الشكر. ويعني أنا بدي نوه بهذه القصة، وبدي أقول أنه يعني هذا اليوم، يوم المرأة العالمي، هو يعني له قصة، يعني مش صدفة،
مش هيك يعني مهم نعرف دور لجنة حقوق المرأة بها القصة تماما. هلأ هو هيك باختصار شديد، باختصار شديد أعلن في مؤتمر نسائي في كوبنهاجن عام 1910. بهذا المؤتمر النسائي أعلن ليكن يوما للنساء في العالم 8 أذار، ولكن هذا تيمنا بإضراب لعاملات النسيج في نيويورك اللي مشوا بتظاهرة، وهذه التظاهرة من أجل حقوقهن كنساء، مش عم يقبضوا مثل ما عم يقبضوا العاملين من الرجال، 18 ساعة عمل، ما في ضمانات، أجر زهيد، يعني بالكاد إنهم عايشين. هالتظاهرة قمعت وسقط قتلى وجرحى من النساء. يعني هيدي الحادثة مشان هيك أعلنت في العام 1910 تتكون هي المحطة النضالية اللي على ضوء أو على هدية النساء في العالم يناضلن من أجل حقوقهن. لكن هيدي بقيت هيك للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي اللي أنا منسقة المنطقة العربية فيه، في مؤتمره الأول 1945 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. بهذا المؤتمر أعلن تكريس هذا اليوم يوما عالميا للنساء تيمنا بهذه الحادثة. هلا بدي أنقل مباشرة كمان لنعجل للجنة حقوق المرأة. لجنة حقوق المرأة رح نرجع للجنة حقوق المرأة، وخاصة تعاقب على لجنة حقوق المرأة مناضلات فعلا نحن نفتخر فيهم، منهم سيدة ليندا مطر. رح نرجع لهالنقطة، بس رح نروح لعند الدكتورة فادية كيوان. دكتورة فادية حضرتك معنا؟ دكتورة فادية حضرتك طبعا كمان من يعني بنعتبرك عميدة بالنضال النسوي والحقوقي، وانت اليوم رئيسة منظمة المرأة العربية، وحضرتك كمان بالمكتب التنفيذي بالهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ومستشارة لعدد من المنظمات الدولية من اليون، وحضرتك كاتبة وباحثة ودارسة في قضايا المرأة. كمان بهمني أعرف شو بيعني لك هيدا اليوم، وكيف بتشوفي تطور حقوق المرأة خاصة النساء بمراكز القرار، وكيف بتقيمي تجربة المرأة اللبنانية بباقي النساء إن كان بالدول العربية أو بالعالم؟ تفضلي دكتورة، الكلام لحضرتك. مساء الخير دكتورة جلشان. مساء النور. بدي أشكرك أنت شخصيا، وأشكر كذلك صوت الشعب، لأنه هي دايما منصة للشعب ومنصة لأصحاب القضايا، مش بس للشعب بصورة عامة. كذلك الأستاذ زياد والدكتورة دكتور زياد والست جمانة ودكتورة عايدة وست غيدة، اللي هن كلهم أصدقاء، وأنه أنت فكرت تجمعينا سوا بهذا النهار. هذا النهار هو محطة، نحن ثلاث أجيال من النضال دكتورة، ثلاث أجيال من النضال وبعد. تفضلي. نعم إن شاء الله إن شاء الله. الأجيال المتلاحقة بتخلي يصير في تراكم بالقضية. صحيح. وهذا أنا بعتقد عانيتي أنت بدعوة أشخاص هن من الرعيل الأول، أو ذكرت الناس اللي هن الرعيل الأول، دعيت من الثاني والثالث والرابع، ربما سيدات كل واحدة عندها تاريخها الشخصي، وكذلك المؤسسات اللي تنتمي لها وعملت من خلالها. اليوم هو نهار جردة حساب، لذلك علينا أن نتذكر بعض الشيء. بالمناسبة أنا لم أعد عضو باللجنة التنفيذية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة. بالتجديد الأخير اللي عملوه أنا طلبت أنه ما يكون اسمي موجود، تكون في فرصة غيري يخدم، لأني أنا أغلب وقتي خارج لبنان، واليوم أنا مفروض أحكي من منصة عربية، وافتخر نحن اللبنانيات أنه عم نشتغل من خلالها خدمة لقضايا المرأة في لبنان وفي العالم العربي. واسمحي لي بهالمناسبة أقول أنه لازم نحن كلنا نوجه تحية للنساء في العالم العربي، لأنه قاموا بخطوات جريئة جدا بالسنوات الأخيرة، وصار في نقلة نوعية في العديد من الدول والعديد من المجالات بما خص وضع المرأة ودور المرأة. تسمحي لي أذكر أولاً أنه بالمجال السياسي صار في سيدات بمواقع مسؤولية متقدمة، رئيسة مجلس النواب بالبحرين هي سيدة، كانت قبلها رئيسة مجلس الاتحاد الوطني بالإمارات رئيسة كمان سيدة،
في أعداد كبيرة من النساء بمجالس النيابية في العديد من الدول العربية. هناك وزيرة خارجية امرأة في دولة ليبيا، وكذلك في مرحلة سابقة كانت بريطانيا وزيرة خارجية سيدة. وطبعا اللبنانيات بيبقوا ببالنا، يعني طبعا كانت تجربتهم صعبة لأنه بيوصلوا على الحكم وفي ضغوط كتيرة وأعباء وإرث كبير وهامش حركة ضيق، ما بدنا نحكم عليهم، بدنا نقول الله يحميهم. وكل وحدة حاولت أنه تعمل فرق بالعالم اللي قامت فيه، ولكن نحن فينا نسجل تقدم. وهنا لازم تفرح الأستاذة غينة لأنه هي اللي سعيت بموضوع العنف ضد المرأة كتير، فصار في بهذا المجال صار في نقلة نوعية بالتشريعات على مستوى العالم العربي. تقريبا كل الدول العربية صار عندها تشريعات تصنع العنف وتعاقب العنف الموجه ضد النساء. الوجه الآخر، الوجه الخاص من العنف ضد النساء اللي بيتناول النساء النازحات والمهجرات قصرا في مناطق النزاعات المسلحة والحروب وتحت الإرهاب وتحت الاحتلال الإسرائيلي، نحن بنحاول نخصه حاليا بمنظمة المرأة العربية باهتمام خاص، لأنه الناس عم بتروح على كليشيهات. بدنا نطبق 13-25 ويعملوا خطة عمل ويكونوا على، يعني الأحداث تمرق قدهم. نحن بدنا يصير في اهتمام مباشر بالناجيات والضحايا من النساء والفتيات بالنزاعات المسلحة والحروب وتحت الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك بعمليات الإرهاب اللي طولت بصورة ممنهجة النساء. نحن في منظمة المرأة العربية نخص هذا الموضوع بعناية خاصة، وهناك التفاف حول مبادرتنا من العديد من الدول العربية المعنية مباشرة بموضوع الحرب. فنحن نعتقد أن هذا الموضوع يستوجب التفاف أوسع من كل الدول العربية لكي نذهب إلى الأمم المتحدة مع مشروع قرار جديد يكون بمبادرة عربية يضيف قرارا إلى الأدبيات الدولية، ولكن ليس قرارا بدون مضمون، قرارا يتوجه مباشرة نحو العناية ومعالجة الناجيات والضحايا. إذن نحن نعمل على المستوى العربي، ونعتقد أن هناك نصف ملآن في الكأس يجب أن نراها وأن نبني عليه على المناضلات والمناضلين من الجنسين الذين عملوا معا من الجنسين، لأن هناك العديد من الرجال الذين كانوا كتف على الكتف مع النساء في هذا النضال الحقوقي الذي يبني نفسه على خلفية حقوق الإنسان. الموضوع الثالث الذي هو برأيي موضوع يجب أن ننتقده هو نسبة انخراط النساء في العمل الاقتصادي. ما زلنا بعيدين عن المتوسطات العالمية، وهذا صحيح لأنه النساء بدنا يدخلن المدارس والجامعات ويتخرجن بمعدلات مرتفعة ومميزات في 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 اختصاصات كانت بالماضي حكرا على الرجال، ولكن عندما يأتي الموضوع إلى انخراطهن بالعمل الاقتصادي نرى أن النسب تهبط هبوطا يعني ملفتا ومقلقا. علينا أن نعمل. هذا اليوم هو محطة يجب أن نلقي التحية على التقدم والذين بادروا لإنجاز هذا التقدم في مختلف الدول العربية كما في العالم أجمع وفي لبنان بصورة خاصة، ولكن علينا أيضا أن نسلط الضوء على مواطن الضعف وأن نعمل أكثر وأن نعمل معا. هذا سيكون محور أعتقد السؤال الثاني إذا ما أعطيتني وقت لأذهب إلى توصية. طبعا طبعا إلى لبنان لأقول أننا اليوم نحن أمام نكسة، أمام نكسة في المجال السياسي، لأن نضال النساء على مدى عقود لم يفلح في اعتماد الكوتا، في فرض اعتماد الكوتا وفي اقناع النظام السياسي في اعتماد الكوتا. ونحن نرى اليوم النساء مترددات خجولات لا يقدمن على الترشح، وليس هناك العديد من الفرص امامهن بالفوز، وهذا شيء مخجل ليس للحركة النسائية او للحركة النصفية في لبنان، بل مخجل للمجتمع اللبناني ان لا يقوم بالضغط على النظام السياسي لكي يكون هناك حضور فعلي للنساء في الحياة السياسية. يوم وطني ويوم قومي عربي ويوم عالمي، كل عام وانتم بخير وشكرا لصوت الشعب. دكتورة رح نرجع عند حضرتك بتوصياتك، حضري لنا التوصيات تنطلع بي حتى بحلقة على الراديو بمخرجات واستنتاجات. رح ننتقل عند الصديقة العزيزة جمانة مرعي من اسطنبول. استاذة جمانة هل أنت معنا؟ استاذة جمانة أوكي رح أكيد أنا معكم. تحية
كمان كل عيد وانت بخير. استاذه جمانة، لما منقول حقوق مرأة دائما منشوفك بالصفوف الاماميه، وانت بلشتي نضال يمكن من عمرك 16-17 سنه، وانا بعتبرك انت استاذتي بالنضال النسوي، مع انه احنا من عمر بعض لربما، ولكن انت يعني عميده بالنضال النسوي. وكمان انت حقيقه حضرتك كمان انت المديره التنفيذيه للمعهد العربي لحقوق الانسان فرع بيروت، وكمان مستشاره لعدد من المنظمات منها مجموعه بسمه الدوليه. السؤال الاول من بعد شو بيعني لك هيدا اليوم، وانا بعرف كمان انه بيعني لك كثير، كيف تطورت حاله حقوق النساء ضمن حقوق النساء ضمن حقوق الانسان؟ والسؤال الثاني كمان، شو اثر تمكين النساء على حقوق المراه؟ يعني شو التطور اللي حصل نتيجه التمكين؟ تفضلي. انا بدي حييكي، وبدي حيي صوت الشعب على اصرارها الدائم بطرح قضايا النساء، وبدي هنيكم على البرنامج، ومن خلالكم بدي اتوجه لكل النساء بلبنان وبالعالم، بخاصه النساء اللي عم بيواجهوا الحروب وعم بيواجهوا ابشع انواع الظلم والعنف اللي ممكن يتوجه ضد البشر. بيوم المرأة العالمي، اليوم اللي بدأ بالنضال، يوم اللي بدأوا فيه المناضلات والعاملات طرحوا، طور الموضوع وأصبحت منظومة حقوق الإنسان أيضا عم تطرح قضايا النساء. وأنا بعتقد لولا الحركة النسوية ولولا نضالات النساء ما قدرنا طورت حركة حقوق المرأة ضمن حقوق الإنسان، لأنه بالبداية انطرح مفهوم المساواة بين الجنسين، يلي هو مفهوم عام، مفهوم بيستبطن كتير من الإبقاء على تفاوت بين الجنسين. لولا نضالات الحركة النسوية اللي أعلت الصوت على مناهضة وإلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء اللي عم تحرم المرأة من أنها تتمتع بحقوقها بشكل متساوي مع الرجل. وأيضا حركة حقوق النساء ما زالت عم تعمل لتحقيق المساواة، والعائق الأساسي لإلغاء التمييز هو وجود العنف ضد النساء. من هيك علي الصوت على مناهضة العنف من أجل إلغاء التمييز، ليكون في فعلا مساواة فعلية ومساواة حقيقية بين النساء والرجال، مساواة بكل الحقوق، وأهم المساواة بالحقوق الإنسانية ومساواة بالحقوق المواطنة على مستوى كل بلد. وأنا هون بدي حيي بتذكر المناضلة الحقوقية الأستاذة لور مغيزي، اللي رفعت اسم لبنان عاليا بقضايا حقوق الإنسان وحقوق النساء، ورفعت قضايا حقوق النساء من المنطقة العربية عاليا بالأمم المتحدة. أيضا بموضوع التمكين، اللي لابد أنه نشوف إلى أي مدى ساهم بتقوى النساء وساهم بانتزاع مكتسبات للنساء على المستوى الخاص من خلال تمكين النساء بشكل فردي، ويصير عندهم مواقع بالعمل مثل ما ذكر الدكتورة فادية من شوي. ما زال العدد قليل بمشاركتها بالحياة الاقتصادية ولكنها عم تزداد، أيضا بمجال المشاركة السياسية ولكنها أيضا عم تزداد. يعني صحيح الوضع محزن ولكنه أحسن مما كان. أنا بدي أحكي عن تمكين المهم اللي ممكن نشوفه اليوم. أولا، حضور فكرة المساواة الجندرية بقوة عند النساء والرجال بمختلف مجالات العمل التغييري أصبحت حاضرة، وهيدي مسألة جد إيجابية. يعني صار في تمكين للمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لتطرح خطاب المساواة، وصار في تمكين للبيئة الحاضنة للنساء لإدراك أهمية المساواة الجندرية.
وما شهدناه من المحيط إلى الخليج بكل الحراك السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالسنوات الأخيرة اللي طرحوا فيه قضايا المرأة تدلل على أن البيئة الحاضنة كانت مؤمنة أن المساواة جزء وشرط من شروط التحول والتغيير الديمقراطي، وتمييز ضد النساء هو دعامة أنظمة استبدادية ذكورية مش بس بتقمع المرأة، بتقمع المواطنين والمواطنات وتمعن بانتهاك حقوق الإنسان. أنا برأيي التمكين عم بيكون على هالاتجاهات الثلاثة، على مستوى تمكين الفرد للنساء اللي فعلا أعطى بعده المهم، ومستوى تمكين البيئة الحاضنة وتقوية الخطاب عند منظمات المجتمع المدني لفكرة المساواة بين الجنسين. شكرا جمانة، رح نرجع لك. هلأ رح ننتقل، وأنا مش عبث تركت الأستاذ زياد لآخر شيء. من بعد هالجوجلة أستاذ زياد، وكونك ناشط حقوقي ومحامي ومستشار لعدد من المنظمات ومنها كمان مجموعة بسمة الدولية، كيف بتشوف تطور حالة حقوق المرأة لا سيما بالنصوص؟ وهل بتشوف في موائمة بين القوانين هون، بعني لبنان، هل بتشوف في موائمة بين القوانين والدستور اللبناني؟ وهل النصوص أنصفت المرأة اللبنانية أم لا؟ الكلام لحضرتك، تفضل. مرحبا، بالبداية اسمحي لي دكتورة جلشان بارك لك بهذا البرنامج النوعي. كل الشكر. بدي بارك لصوت الشعب بهذا البرنامج وبالدكتورة جلشان أيضا. كل الشكر. لأنه بتصور هذا عن جد برنامج نوعي، لأنه هو بغطي حاجة لأنه مطلوب اليوم هذه المساحات الإعلامية طاقة لقضايا حقوقية، وخاصة هذه القضايا المهمة اللي متعلقة بموضوع المرأة. وايضا كمان بدي احيي جميع ضيوفك، نساء يعني رائدات وقائدات وصانعات سلام وصانعات قرار ايضا، وانا بفتخر انه اكون معكم بهذه الجلسه، وخاصه انه هي جلسه بتعني لي كثير المتعلقه بموضوع اليوم العالمي للمرأة. كنت بعدني بدي اقول هل هذا اليوم يعنيك؟ يعني هيدا فاتتني ببدايه سؤالي، انه هل كرجل كمناضل هذا اليوم يعنيك مثل ما بيعنينا؟ طبعا وجودي هون بالبرنامج هو بياكد على انه بيعني لي هذا الموضوع، وخاصه لانه للأسف رغم المسار الطويل بالنضال بموضوع حقوق النساء على صعيد العالم، بتصور يعني لا يعني بعد في انه جهود كثير لازم تنبذل لنوصل لحل موضوع المساواة والتمكين المتعلق بموضوع المرأة، حتى نوصل عن جد لعدالة اجتماعية. وبهذا النطاق انا ليش بيعني الموضوع اكثر، لانه هو موضوع انساني بحد ذاته، وانا الاول انه ولا يجوز تجزئة الحقوق. صحيح صحيح، أنا الأوان أنه ننظر للمرأة كإنسان قائم بحد ذاته وليس إنسان عادي. هو المرأة إنسان مؤثر في المجتمع، وتأثيره بيطال كل المجالات الحياتية، وأيضا التأثير على الأطفال، التأثير على الرجل بحد ذاته، التأثير على المجتمع، على الأسرة، ومثل ما ذكرت هو التأثير على القطاعات. وبالتالي ما ممكن نشوف قطاعات منتجة أو مؤسسات قادرة تكون عم تلبي احتياجات أو تكون سريعة باستجابة لاحتياجات معينة إلا ما نكون عم نطبق مبدأ المساواة اللي هو الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. فعلى صعيد الوثائق الدولية والاتفاقيات الدولية بتصور يعني كان تأخرها أو أهم موضوع اتفاقية سيداو، لازلنا بنشوف هذه التحفظات من قبل يعني دولنا، خاصة الدول العربية، على أمور كتير مهمة طالتها أو تناولتها هذه الاتفاقية. لنقول إنه هل النصوص وقامت الاتفاقيات للأسف لغاية الآن لازالت هذه المواضيع خجولة. من وقت لوقت بنشوف بعض القوانين اللي عم تطلع، كان مثلا موضوع قصة العنف الأسري، القانون اللي صدر، وأيضا آخرها كان قانون التحرش، واللي فيه كتير ملاحظات بهذا الموضوع. ولكن أنا دايما بؤمن أنه الخطوة يعني لازم نبلش بخطوة أولى، وهذا شيء منيح عم بيصير على صعيد القوانين، ومن خلال الممارسة ممكن بعدين يصير المطالبة بالتعديلات. ك
كل الشكر استاذ زياد. رح نرجع على الاستوديو وكمان مع الاستاذه غيدا. استاذه غيدا يمكن منظمه ابعاد من اوائل المنظمات اللي كان عندها مراكز ايواء او اللي قررت يكون في مراكز ايواء نتيجه الحاجه. كمان الشراكات، الشراكه اللي انعملت بين منظمه ابعاد وعدد من المنظمات اللي العامله على قضايا العنف والقوى الامنيه بلبنان، كيف بتشوفي هالشراكه؟ هل اثمرت الشراكه بين المنظمات الفاعله على العنف الاسري والقوى الامنيه؟ وكيف بتشوفي الشراكه بين المنظمات وبين بعضها كحركه نسويه او كمجتمع مدني؟ هل اثمرت؟ هل لا زالت بحاجه لمؤسسه اكثر، خاصه بموضوع القوى الامنيه؟ هل بحاجه لمكننه اكثر تتكون توصل الخدمه للنساء المعنفات؟ تفضل. شكرا لسؤالك. هو للامانه يعني فينا نقول الجهود التراكميه اللي حصلت بالاعوام المنصرمه من قبل كافه المنظمات يعني اللي نشطت على مناهضه اشكاليه العنف ضد النساء واللي بديوا فيها يعني المنظمات يعني خلينا نقول العريقه والعتيقه ويمكن على راسها لجنه حقوق المراه اللي كانت هي المساحه اللي بدا فيها حتى التفكير باشكاليه العنف، ومن بعدها تاسست الوقت الهيئه اللبنانيه لمناهضه العنف ضد المراه. صحيح لجنه حقوق المراه اسست واللي تراكميا يعني خليني اقول اللي نقدر نقوله انه هيدي الجهود والتدريبات القطاعيه اللي حصلت يعني سواء للقطاع الامني او القطاع الاجتماعي بشراكه مع وزاره الشؤون الاجتماعيه او مع وزاره العدل الهياكل اللي هي ايضا المحامين والجسم القضائي، ايضا بالقطاع الصحي للقابلات القانونيات الممرضات الاطباء وغيره. اليوم يمكن دائما الاستحقاق لنشوف هل يعني ما نحاول ان نبنيه هو فعال ويترك اثر وصار فيه جهوزيه او نضجت التجربه لما بتوقع الازمات. يعني اليوم جائحه كورونا بينت انه قد ايه في اليوم صار اكثر وعي على الاشكاليه، صار في تنسيق اكثر خدمه للناجيات بشكل اساسي، التشبيك والتنسيق والتواصل والتعاون اللي صار بين القطاعات المختلفه لدعم النساء سواء بموضوع الإيواء أو بالصحة النفسية أو بموضوع الإرشاد وغيره، أكيد أثمر هذا العمل التراكمي وهالاستثمار اللي حصل سواء على المستوى التحسيسي أو على مستوى تطوير القدرات أو على مستوى التطوير التشريعي بشكل أساسي والآليات. طبعا اللي بنطمح له بشكل متكامل هو أنه يكون في قايد تطبيق موضوع الـ يعني تفعيل تطبيق الإجراءات التشغيلية الموحدة الخاصة بالاستجابة لحالات العنف القائمة على النوع الاجتماعي في لبنان. يعني بمعنى آخر أنه نحن اليوم في ناشونال جي بي في اس او بي، بمعنى آخر صار في اليوم إجراءات تشغيلية موحدة خاصة بإدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي تم تطويرها مع الوزارات المعنية المختلفة من شؤون وعدل والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ووزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الداخلية. اليوم الأمثل النموذج طبعا لنقول هيدا السيستم أو هيدا النظام هو أي سيدة على الأراضي اللبنانية وين ما إن كانت موجودة تعرضت لسلوك عنفي، توجهت لطلب المساعدة لوين ما توجهت، هل الجهود هي coordinated يعني منسقة بشكل وفيها جودة وبنفس الوقت في توثيق مثل ما لازم أيضا لما يتم متابعته. يعني هذا طبعا الطموح. شكرا أستاذة غيدة. أستاذة عايدة رح نرجع لعندك. طبعا تعاقب على لجنة حقوق المرأة مناضلات حقيقة اجيال من النضال منهم مثل ما ذكرنا الأستاذة ليندا مطر وغيرها. برأيك هل منظمات النسوية بلبنان قدرت تعمل تغيير، قدرت تعمل فرق بالتضامن مع بعضها خاصة بالقضايا الوطنية أو القضايا العامة اللي بتعني كل النساء والمنظمات؟
شكرا على سؤالك، بس بدك تسمحي لي بالنسبة للشق الأول، أكيد كان تفضلي. في أمر لازم كمان ينعرف حول قصة 8 أذار يوم المرأة العالمي فيما يخص لجنة حقوق المرأة. في كثير ناس ما بيعرفوا كيف كرس في لبنان. أوكي. بس في شغلة اللي بدي أقولها، إنه لجنة حقوق المرأة تأسست سنة 1947، 1945 أول مرة تفكر أكثر من 74 أذار. سنة على 1947 اليوم المرأة العالمي أعلن للمرة الأولى 1945 تكرس بالمؤتمر الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي. لجنة حقوق المرأة مباشرة بعد تأسيسها كان باكورة أعمالها هو إحياء يوم المرأة العالمي، أول عمل عملته، وطرحت فيه لأول مرة في لبنان الحق السياسي للمرأة، يعني أن تنتخب وتنتخب. هاي مش كتير ناس بيعرفوها، يعني تشوفي من أي أيام، من سنة 47 طرحت اللجنة حق المرأة بالسياسي، واشتغلت عليه. وأكثر من هيك عملت بالتياترو الكبير اللي كان بالبلد، عملت مهرجان خطابي من أجل هذه الغاية. ولأنه 8 أذار ما كان معترف في لبنان، ما كان معترف فيه، حوصرت التياترو الكبير ومنع، اجاهم امر منع انه يستمروا باحياء 8 اذار، وكانوا مطلبهم هيدا المطلب اللي هو الحق السياسي. خرجوا من التياترو الكبير ومشيوا، راحوا باتجاه الاشرفيه، وهنيك احتفلوا واحيوا المناسبه. وبس خلصت الخطب كلها، مشوا بتظاهره نسائيه تعترض على القمع. ولقلك انه شو اللي صار، قمعت التظاهرة وسقط نساء جرحى في هذه، وفي منهم الناس اسروا، منهم عم تحكينا عن النساء الاوائل اللي كانوا بلجنة حقوق المرأة، هني اربعة اوائل، منهم الاستاذة سيدة ماريسا عب، جمانة ممكن مش الحال، ماريسا عب وحده من اللي كانت نائبه رئيسه لجنه حقوق المراه على ايامي انا، هي وحده من اللي اسروا في هذه، اسروا لان عم يحكوا يوم المراه العالمي. هلا اللي بدي اقول لك انه ضل هيدا التاريخ ممنوع في لبنان الاحتفال فيه، وبالتالي الجمعيات ما تحيي لسنه 1970 وقت اقرته الجامعه العربيه، ساعتها صار شرعي في لبنان. ونحن بالفعل سعيدات بلجنة حقوق المرأة انه هالشيء اللي كان ممنوع اولا صار، مش بس الجمعيات النسائية بتحتفل فيه، على صعيد رسمي من اعلى الهرم الى الجمعيات. هيدا تاريخه باختصار، ودور لجنة حقوق المرأة في تكريسه، لانه بقيت لجنة حقوق المرأة رغم المنع الرسمي تحتفل فيه تحت الزيتون بشكل غير رسمي وبالمنازل بشكل غير رسمي، تتكرس وضلت تشتغل لتكريسه. ويعني هيدا النهاية. هلا الشيء اللي طلبتي حضرتك مني، النضال النسوي ضمن المنظمات والتقدم اللي حققته هالمنظمات، لا شك برأيي أنا إنه أنا قديمة وعتيقة بالنضال والفكر الله يخليكي، وعصرت كمان أنا 17 سنة بديت أشتغل، كان عمري 17 سنة، كنت بعدني بالثانوي بآخر سنة، وتابعت لأنه تعرفت على ست ليندا مطر، ومن هنيك بلشت المسيرة. أنا اللي بشوفه أنه لا شك أنه صار في مراكمة هائلة ومهمة جدا على هذا على الصعيد، هذا الصعيد، لأنه بالبداية كان الوضع مختلف جدا، يعني كان مجرد أن يطرح هذه المسائل اللي عم يطرحها اليوم كان يعتبر كفر، كان تابو، وكان تابو. فلذلك أنا براهن على مستقبل نحن كلنا سوا، مثلا غيدا ومع حفظ الألقاب والدكتورة وجمانة وكل هذه الجمعيات، ونحن أنا عندي شعور أنه رغم كل الذاتيات اللي ممكن أن تحكم عمل كل جمعية أو كل قائد أو كل فرد في هذه الجمعيات، عندي شعور أنه هناك مساحة كبيرة تتسع للتضامن النسوي في سبيل أنه نوصل لأهدافنا
في تأمين المساواة الجندرية الكاملة بين المرأة والرجل، وهيدا اللي هيدا شعور مش بس بالعواطف ولكن عم بلمسه بنتيجة العمل اليومي اللي شغالين نحن باستمرار حول هذه المسألة. ولكن أيوة. أطمح للأكثر أكيد كلنا بنطمح. بعد في شغلة إنه بلش يداهمنا الوقت لأنه لا شك إنه في تغيير قد حصل، ولكن لا زالت المرأة مغبون جدا، ولا زال الرجل يحافظ على هيمنته، والدليل على ذلك قصة مشاركة المرأة بالقرار السياسي والمنع الذي حصل مؤخرا. أنا مشاركة مع الحركة تقديم اقتراح القانون اللي تقدمت فيه الدكتورة عناية عز الدين. نعم. أنا من بين الجمعيات اللي شاركوا بالوضع، طبعا كلنا صحيح، وشفتوا شو اللي صار، أي سخرية تعرضت لها للأسف. نائبة في البرلمان بهذا الحجم بنفس النقطة رح ننتقل عند دكتورة فادية، لأنه بنفس النقطة بعتقد دكتورة فادية عندها شيء تقلنا إياه. دكتورة فادية، نحن شفنا الكثير من الدول العربية صار فيها تقدم على مستوى مشاركة المرأة بكل المجالات أو القطاعات. شو اللي بيعيق المرأة اللبنانية أنها تتقدم؟ هل تقاعس الدولة اللبنانية عن واجباتها، خاصة في الكثير من الاتفاقيات اللي بتتعلق بقضايا المرأة لبنان وقع عليها وصادق و هل هو تقاعس الدولة أم تقاعس المرأة؟ لأنه حضرتك كمان حكيتي عن يعني تقاعس للنساء كمان بمكان معين، وتوصيتك بهمنا توصية من حضرتك بهالنقطة. نعم، أنا بعرف إنه الوقت عم بداهم، بس أنا استمتعت كتير باللي عم ينحكى اللي عرضته الدكتورة عايدة. صحيح صحيح، في أمور تتعلق بلجنة حقوق المرأة ما كنت بعرفها، وحقيقة اليوم هو محطة ولازم يلي عنده ذكريات يستذكرها، واللي ما عنده معلومات يستكمل معلوماته. صحيح. ونعمل جردة حساب اللي علينا واللي معنا. مش هيك استاذة عايدة معنا اليوم؟ في تقدم. نعم دكتورة. لا عايدة، ست عايدة نحن نفتخر فيها، مش بس كسيدة مناضلة لحقوق المرأة، هي سيدة أول شيء مفكرة وعندها ألم حلو كتير وعندها فكر. نحن بنشوف إنه هيك سيدات بيليقوا بالمراكز القيادية بحركة وطنية جديدة بلبنان تتناول المواضيع العامة مش بس قضايا المرأة. اسمح اعذروني على هالمديح يعني الخاص بشكل مباشر، بالعكس مديح بمحله، وبعتذر منها إذا خدشت حقيقة، ولكن حصل. تسلمي لي أنت. بالموضوع السياسي الدول العربية كلياتها متقدمة عننا. صحيح. ليه؟ صحيح. كل بيعتبر انه في ارادة سياسية بالدول العربية كلها، الارادة السياسية هي اللي خلت يصير في اعتماد لكوتا، اما طوعية اما الزامية او بالتخصيص بالترشيح او بالتخصيص مقاعد. كل الدول العربية، المملكة العربية السعودية، قرر جلالة الملك انه يكون في 25% بمجلس الشورى من النساء، وهكذا كان بالعراق بعد الاحتلال الامريكي للعراق والدستور الجديد تم اعتماد كوتا 25% للنساء بالبرلمان السنة الماضية أو الأشهر الماضيين بالسنة هايدي. نتائج الانتخابات عادت السيدات العراق نسب أكثر من اللي مخصص لهم بالكوتا، وبعض السيدات أخذوا أعداد من الأصوات بتفوق بكتير أعداد الرجال. صحيح. يعني المجتمع العراقي صار متقدم حتى عن الكوتا الموجود بالنصية، حد أدنى، هي مش حد أقصى، هي كسرت الجدار إذا بدي بالأردن بالبحرين بكل الدول اللي ما يعني دول المغرب العربي بيتقدموا علينا، لأنه بالمغرب وتونس والجزائر، بس المغرب وتونس بصورة خاصة في عقود من التقدم، وصار في ترسيخ لحركة متقدمة إدماجية للنساء بقرار من علي، يعني بقرار سياسي بإرادة سياسية. النساء ما بيقدروا لا أفرادا ولا إذا تجمعوا يواجهوا مجتمع بكامله إذا في ميزان قوى وفي ناس عم تدافع عن مصالح وعن حقوق مكتسبة. ما سهل القصة، والبعض يحاول أن يتلطى بأسباب أو مرجعية أو شرعية دينية لتكريس دونية المرأة في لبنان دون سواه. يا لطيف، لبنان البلد الليبرالي، البلد اللي كان يعتبر حاله هو منصة
الاحترام الكامل للحريات الشخصية والعامة، بيطلع هو آخر الصف آخر القافلة بإقرار حضور المرأة وفعاليتها بالحياة السياسية. بعده لهلأ مثل الحزورة، ما نعرف بالحكومة إذا حيجيبوا سيدات أم لا، وبأي شروط بيجيبوا السيدات، شو هامش العمل اللي بيتركولهم إياه، قديش بيتركولهم مجال ينجحوا، قديش بيكون عندهم حرية العمل بالحياة السياسية. نحن متأخرين جدا، وهذا الموضوع أنا برأيي يجب أن تجري عليه، أن تتضافر الجهود على خطين. الخط الأول يجب أن تتعاون الجمعيات مع الأحزاب المتنورة من أجل أن يكون هناك اعتماد في النصوص التشريعية بنص يفرض كوتا استثنائية ومؤقتة لكي يكون حضور النساء ملزما. شكرا دكتورة، كنت بتمنى نقدر بعد نكمل بس للأسف ضل معنا بس 5 دقائق. كل الشكر دكتورة، إذا توصيتك بس. إيه توصيتك. أنا الجبهة الثانية هي جبهة العمل الثقافي التربوي والإعلان. علينا أن نعمل ليس فقط على خط التشريعات ولكن كذلك على الخط الثقافي لإحداث تغيير فعلي بالذهنيات. لدي توصيتين. أول واحدة أنه أن يكون هناك تعاون عربي عربي لبناني عربي من أجل أن نستفيد عبر تبادل الخبرات من تجربة الدول العربية الأخرى وهي غنية جدا. وثانيا علينا أن ندمج الرجال في كل نضالاتنا، لأن موضوع المرأة هو موضوع مجتمعي وليس نسائي، لأن الموضوع هو موضوع تغيير ذهنيات بالمجتمع، والرجل معني كما المرأة، وهذا لازم يكون نضال مشترك لإلنا وللرجال النيرين مثل الأستاذ زياد. أنا بدي أعيدكم وأشكركم مجددا أنه فكرتوا تخلوني معكم بهذا اللقاء. كل الشكر، بس بيصرنا تضلك معنا للأخير دكتورة. أنا معكم. لا كل الشكر. رح ننتقل كمان لعند جمانة. جمانة انت مدربة، وحكينا عن أهمية التمكين بال إذا بدك الوعي الحقوقي اللي وصلنا له. هل نحن بحاجة أكثر لخطاب جديد، خطاب نسوي جديد، أم أكثر بحاجة يمكن لإشراك الرجل معنا، أم كمان بحاجة لنحن كحركة نسوية يكون في أكثر تضامن وتحالف وتشبيك على القضايا؟ بدقيقة أستاذة جمانة. بدقيقة بقول نحن بحاجة لكل هول، بحاجة لخطاب نسوي متجذر بالنسوية وبالنضال الوطني، يعني هالخطاب يلي بيربط النضال النسوي بالنضال الوطني والديمقراطي. وأنا هون بدي حيي معلمتنا وداد شختورة، أيوة، المناضلة النقابية والسياسية والنسوية يلي كانت مثال لمسألة ربط النضال النسوي بالنضال النقابي والنضال الوطني. بعتقد نحن بحاجة لكيف ممكن الخطاب يجعل الحركة النسوية جزء مكون من الحركة الديمقراطية وحركة التغيير بلبنان. شفنا خلال الحراك حضور قوي للنساء، نتمنى يتنظم ويصير حضور قوي للحركة النسوية ضمن الحراك. أيضا بعتقد يعني أكيد الرجال ناشطين وصار فيه كتير نشطاء رجال، بس بيبقى موضوع التضامن مسألة مهمة جدا، موضوع التضامن النسوي والتضامن بين النسويات وبين كل النساء. نحن كتير اليوم بحاجة لهذا التضامن النسوي، بحاجة نعلي الصوت على اللاجئات، على العاملات المهاجرات، على النساء من مختلف. شكرا شكرا جمانة. رح بس ناخد كل الشكر زياد، بس بدنا منك كلمتين كمحامي وكناشط. هل برأيك نحن بحاجة لقانون موحد للأحوال الشخصية بلبنان، أم لدولة مدنية حديثة عابرة للطوائف، أم نضلنا عم نعدل جزئية من هون وقانون من هون بقوانين الأحوال الشخصية والقوانين اللي فيها تمييز ضد المرأة بكلمتين؟ طبعا قانون موحد للأحوال الشخصية هو مطلب، لأنه بيعزز المساواة بين يعني النساء
بيعزز مبدا المواطنه. ايضا نحن بحاجه لدوله مدنيه بلبنان تكون عابره للطوائف. اللي بدي اقوله بس سريعا انه انا ذكرت انه نحن بحاجه بالبدايه لموضوع تضافر الجهود، وهذا التضافر بتصور نحن بمحطات عم تصير عم نمرق بكثير، او نحن على خط من المشاكل والتحديات والازمات. مرينا بجائحة كورونا، ومرينا بموضوع الازمه الاقتصاديه، وهلا عم نشوف هذه الحروب اللي عم تصير حوالينا. فللأسف دائما المرأة عم تكون هي الضحية، وبالتالي نحن بحاجة أكثر مثل ما ذكرت جمانة للتضامن ولا تضافر هيدا الجهود لتحصين مجتمعنا، وبالتالي تحصين المرأة وتطبيق مبدأ المساواة والتعزيز. شكرا شكرا لكل المتحدثات والمتحدث العزيز استاذ زياد. أنا بعرف كان في توصيات بعد من استاذة عايدة ومن يلا على السريع علي فينا عالسريع. أنا مضطرة أختم، رح نكتبها وحتى لو كانت حلقة على الراديو رح نعمل مخرجة. تفضل يلا على السريع. سألتي سؤال، أنا بس بدي اختصر. لازم نشتغل على القطعة، وبنفس الوقت بخط موازي أن نعمل على قانون مدني موحد للأحوال الشخصية في لبنان ملزم، تمام. وأن نعمل على دولة علمانية، يعني هيدا الاستراتيجية. وبالتكتيك في ناس النساء ما بينطروا هيدي الأمور تتحصل، بدهم حماية وبدهم مساعدة وبدهم هيدا نكون. لذلك اثنين بيمشوا بخط متوازي، هي توصيف الأساسية. للأسف وقتنا خلص بسرعة، مع أنه كان في كتير أشياء بعد ممكن تنحكى. فإذا عزيزاتي وعزائي المستمعين، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى من برنامج فاصلة منقوطة. شكرا جزيلا لضيوفنا الكرام على حضوركم، حضوركنا وحضورك استاذ زياد، واغناء الحلقه بالنقاش. والشكر موصول للمستمعين على حسن اصغائهم. كل الشكر لفريق اذاعه صوت الشعب وفريق مجموعه بسمه الدوليه على المساعده بالاعداد. شكرا لعلي زهير على هندسه الصوت. ومنجدد لقائنا الاثنين المقبل في تمام الثانيه والنصف بعد موجز الاخبار. الى اللقاء. فاصلة منقوطة.